من الدومة، وللأسف تعرف الحرفة بمنطقة دلس تراجعا كبيرا بسبب نقص المادة الأولية وعدد الحرفيين. الروبورتاج لعبد المطلب الجلاوي. هي من بين أقدم الحرف التي كانت تمارس بمنطقة دلس. صناعة السلال والأثاث المنزلية المختلفة المعروفة بالدوم الذي أضحى يشهد تراجعا كبيرا في صناعته، خاصة مع غياب التكوين ونقص المادة الأولية. هذه الحرفة احنا بديناها بكري عندها في السبعينات، نخدموا يعني لي سالامونجي لي سالون لي شامبر كوشي، كنا نخدموا كلش تقريبا لا ميبلومون تاع الدار كامل. مادة الأولى راهي ناقصة، ديجا انا عندي واحد العامين ولا نجري موراها ما كاش. هذا هو السبب اللي ما كاش لا رولاب، بيان سور ما تكونش لا رولاب. تطوير الصناعة التقليدية من خلال ترقية أداء المشاريع والمؤسسات الصغيرة الناشطة في المجال على غرار صناعة السلال والخزف الفني وصناعات تقليدية أخرى هي الأهداف الرئيسة التي تنتهجها الوصاية. فيما يخص يعني الضرائب لازم نعرف بأن هذا النشاط نشاط حرفي فني يستفيد من إعفاء ضريبي لمدى الحياة. قادرين الحرفيين اللي نشطوا على مستوى بلدية دلس يتصلوا بنا احنا نوجههم ولا نتوسط لهم باش يزودوهم بالمادة الأولية هذه اللي راهي يعني متواجدة في بعض المناطق. على مدار السنة تقوم غرفة الصناعة التقليدية على المستوى الوطني بدورات تكوينية لفائدة الحرفيين لبعض التخصصات في إطار الصندوق الوطني لدعم النشاطات الصناعية التقليدية. لقاء تشاوري بادرت به أمس جمعية تضامن إيدس بالاشتراك مع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للجزائر العاصمة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية